العطل اللي قابلني النهاردة هو عدم استقرار المياه السخنة في السخان، يعني بمعنى ممكن 5 دقايق يفصل السخان يبقى المياه عندي سخنة، وفي 5 دقايق ألاقيش مياه، لا أفتح المياه السخنة ألاقي مياه ساقعة، وممكن أفتح المياه الساقعة ألاقي مياه سخنة. عدم استقرار المياه السخنة في السخان. المسؤول عن العطل ده اللي هو السكس بلف، سنوريه لكم. الجزء ده هو المسؤول عن دخول المية وعدم رجوعها، يبقى في عطل في ده في السكس بلف. هعمل ايه؟ هاجي افك اللي ده، ومفتاح 24 افك السكس بلف ده، مفتاح 26 24 قصدي، وفك السكس بلف. بس ده سليم، بس العيب اللي فيه ان هياخد فترة والمية ما تقعدش فيه، المية السخنة ما تقعدش فيه، يعني ممكن اخر النهار ما لقيش فيه مية سخنة خالص. هفك اللي بتاعي برضو، اوريه لكم ازاي، وهجيب نب ربع بوصة اربطه فيه كويس زي كده، ده اعتبره داخل السخان. هجيب اللي بتاعي واربطه ده كده داخل المية، وكده كده تدخل المية، كده ما يرجعش المية. هعمل له اختبار برضو، هجيب علبة فيها مية واحط السكس بلف في المية وانفخ، ان طلعت بقليل المية يبقى برضو في تسريب في السكس بلف بتاعي. زي ما حضراتكم ملاحظين في تسريب في السكس بلف نفسه، رغم انه هو بيطلع معاي هوا. سمعنا الصوت واشفط يدينا صوت، يبقى ده برضو يعوز يتغير. اغيره واركبه برضو واريكم، بعد ما اغيره واركبه في السخان اوريكم برضو ازاي نتأكد ان هو سليم ولا بايظ. بعد كده هوريكم ايه اللي حصل معي، وممكن بطريقة تانية اختبره. هفك الصمولة دي، بس حاسب لربما يكون في مية سخنة، افصل الكهرباء وانزل المية السخنة اللي في السخان كلها، بحيث افتح المية السخنة تنزل لي مية ساقعة. يعني لو انا فكيته كده او في ميه سخنه ممكن يضيع ايدي، اضيع اخلص الميه السخنه في الخلاط خالص، وبعد كده افكه واوريكم العطل كان فين. اختبر السكس بلف، اول حاجه هاجي افصل الميه اللي داخله، اللي هي الميه اللي داخله على السخان بتاعي، وبعد كده هاجي عند السكس بلف اجيب مفتاح 22 او مفتاح انجليزي او مفتاح فرنساوي، اي مفتاح، افك بيه الصمولة بتاعت اللي بتاعي زي ما ملاحظين ابتدى تسريب المية، دي بيرجع مية، يعني ما يقعدش المية في السخان عندي خالص، هذاك السبب برضه. زي ما ملاحظين تسريب المية يعني ما كملش حاجة،
بعد كده افكه واروح اي واحد بتاع ادوات صحيه اقول له عايز 6 بلف بتاع سخان ميه كهرباء، هيروح يديني واحد هو نفس السكس بلف بتاعي، هركبه عادي زي ما فكيته زي ما بركبه سهل، طريقة التركيبة وفكه سهل. هجيب حتة تفلون واربط السكس بلف بتاعي، اي حاجة في السن زي كده اشيل عشان ما تنزلش في السخان. برضو في اتجاه عقارب الساعة واربط السكس بلف بتاعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك، اشترك للقناة فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد ان شاء الله.